بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر مؤسسة أسمع للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تهدي إليكم هذا الإصدار الجديد، وهو عبارة عن قراءة من صلاة التراويح والقيام لعام 1420 لسور جزء عامة مع دعاء ختم القرآن الكريم لفضيلة الشيخ سعد البريك. والآن مع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. هل ينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا لأروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت ولك الحمد ملء ما خلقت ولك الحمد عدد ما في السماوات وما في الأرض ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك ولك الحمد على ما أحصى كتابك ولك الحمد عدد كل شيء ولك الحمد ملء كل شيء. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم لا إله إلا الله. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحان مغيث اللهفات سبحان مجيب الدعوات سبحان بارئ النسمات سبحان مفرج الكربات سبحان خالق الأراضين والسماوات سبحان من له الحمد في الأولى والآخرة
سبحان من له الحمد كله آخره وظاهره وباطنه، سبحان من له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم أنت رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ربنا صل على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله النبي الكريم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه مآب. صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم، الحي الحكيم، الحي الرحيم، الحي الحليم، الحي الكريم، الحي العليم، الحي الذي لا يموت، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تجنبنا به معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وارفعنا على من
من خذلنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، واختم اللهم بالسعادة والشهادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى الجنة مصيرنا ومآلنا، ولا تجعل إلى النار منقلبنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، اللهم هبنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، يا أرحم الراحمين، وبارك لنا فيما آتيتنا، وأعطيتنا ورزقتنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، إنك عفو كريم، إنك عفو كريم، إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذا الشهر الكريم من رحمة ومغفرة وعتق من النار، فاجعل لنا ولوالدينا وذرياتنا أوفر الحظ والنصيب منه. اللهم اجعل لنا ولوالدينا وذرياتنا منه أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. اللهم وما قسمت من شر أو بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم لأنفسنا ووالدينا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا ومن أحبنا وأحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا أو نفعنا وخدمنا وذرياتهم، ربنا لا تدع لنا ولهم ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا كبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته، وأسعدته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ولا معوقا إلا أطلقته، ولا مسحورا أو مصروفا إلا كشفت ما به يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك
بأسمائك وصفاتك، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون يا أرحم الراحمين. اللهم كفر سيئاتنا وأصلح قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الحساد والأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم ثبتنا على أسباب مرضاتك. ربنا اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا وتحتنا نورا ومن أمامنا وخلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا، واجعل لنا نورا نمشي به يوم القيامة، واجعلنا ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يبشرون بالجنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا زللنا وخطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وعمدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، واغفر لنا اللهم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وآنس بها وحشاتنا، وافسح اللهم لنا فيها، اللهم وسع لنا فيها عن ضيق ملاحدنا، وافتح لنا فيها أبوابا إلى الجنان، واجعلنا ممن يعرض عليهم مقاعدهم من الجنة، ولا تجعلنا ممن يعرض عليه مقعده من النار، يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك وجودك، نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. ربنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. إلهنا حبب إلى قلوبنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلى قلوبنا الفسق والكفر والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضوا عنك ورضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن يخشاك حق خشيتك، وممن يخافك حق المخافة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة من أحبك، ومحبة كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا يا رحيم. وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا إليك غير مخز ولا فاضح، يا أرحم الراحمين. عائذون بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا ينفع ذا الجد منه الجد، سبحانك اللهم وبحمدك. باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا في هذا الشهر من بركاتك وجودك وفضلك ومنك وكرمك، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم. اللهم
وارحم شبابا مذنبين وشيبا مفرطين ورجالا ونساء بين يديك واقفين. اللهم أمرتنا بالدعاء فهذا دعاؤنا إليك رفعنا كفنا، اللهم إليك رفعت كفنا ولوجهك خضعت جباهنا وانحنت هاماتنا، أنت ربنا ومولانا نسألك أن تعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن سألك فأعطيته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن أعتقتهم من النار وأجرتهم من سخطك وعذابك يا عزيز يا غفار، ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأجب دعاءنا، اللهم إنا نستودعك صيامنا ونستودعك قيامنا ونستودعك ما تلونا من كتابك ونستودعك أعمالنا وأنفسنا، فتقبل منا وما نقص من عملنا فأتممه بفضلك، وما اخترم من سعينا فأكمله بجودك. أنت الغني عنا، أنت الغني عنا، أنت الغني عنا، ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، اللهم لا تجعله آخر العهد بالتراويح والقيام، اللهم لا تجعله آخر العهد بطاعتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، يا جواد يا كريم يا سامع النجوى يا كاشف البلوى يا عالم السر وأخفى، أصلح قلوبنا أصلح قلوبنا أصلح قلوبنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر إخواننا في الشاشات وفي فلسطين وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم أنزل نصرك عليهم، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم، أجمع على الحق كلمتهم وأقم على التوحيد دولتهم، آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحفظ ذرياتهم، اللهم اكبت عدوهم واجعل سلاحهم في صدورهم وتدبيرهم تدميرهم، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اشف صدورنا وصدور المؤمنين والمؤمنات منهم، اللهم انتقم لعبادك من الروس الملاحدة واليهود عبدة الطاغوت ومن آذى المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا أجمع اللهم شملنا وعلمانا وحكامنا ودعاتنا وقضاتنا ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم سدد العلماء العاملين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحتسبين أجمعين. اللهم ارحم علماء المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين، اللهم ارحم علماء المسلمين الأحياء منهم والميتين، الأحياء منهم والميتين، الأحياء منهم والميتين. اللهم وخص ابن باز وإيانا بأعلى الدرجات في جنانك وأوفر الحظوظ من رضوانك، واحشرنا وإياه في زمرة نبينا. اللهم اجعلنا وإياه في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهد إمامنا وأصلح بطانته، اللهم من كاده وإخوانه فكده، ومن أراد بهم شرا فانتقم منه. اللهم من أراد بهم وبنا سوءا فاهتك سريرته وعجل فضيحته، فأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا وافترى علينا وسعى بالوقيعة بنا، اللهم اكفناه بما شئت وإنك أنت السميع العليم. ندرأ بك اللهم في نحره ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم من سعى ليحول بيننا وبين الدعوة إلى سبيلك، اللهم فحل بينه وبين العافية. اللهم من سعى ليحول بيننا وبين الدعوة إلى دينك، اللهم فحل بينه وبين العافية واجعله عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن فاز بليلة القدر وصام الشهر واستكمل الأجر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله عدد ما مشى بين الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا لا تبعدنا عن رحمتك ولا تمنع عنا فضلك. اللهم إنا مقرون معترفون بما اقترفنا من الذنوب. إلهنا ما أعظم حلمك، إلهنا ما أوسع علمك، إلهنا عصيناك فأمهلتنا، إلهنا فرطنا في أمرنا فسترتنا وتجاوزت عنا. اللهم فكما حلمت علينا فأتمم علينا فضلك، اللهم فأتمم علينا جودك، اللهم فأتمم علينا مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن حسنت خاتمتهم وكتب لهم القبول في
في أعمالهم إلى أن استعملنا في طاعتك وتوفنا على أحسن عمل يرضيك عنا، واجعل همنا وقصدنا وسعينا في خير عمل يرضيك عنا. اللهم اجعلنا يوم القيامة آمنين، ولحوض نبينا واردين، ولكاسه من الشاربين، وعلى الصراط من العابرين، وادخلنا الجنة بسلام آمنين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل على شفيعنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما صلى عليه الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدينا. هديتنا إلى الإسلام وما سألناك، إلهنا فأدخلنا الجنة وقد رجوناك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، هاتف رقم 428-0793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.